السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو النهاردة خاص بإجراءات البيع والشراء للعربيات، وظاهرة انتشرت اليومين دول، ناس كتير بعتولي يشتكولي من الموضوع ده، فحبيت أعمل له فيديو مخصوص لأنه واضح إن الموضوع بقى سبوبة وطريقة جديدة للنصب في شراء العربيات. نصيحة يا حضرات، لما تبيع عربيتك ما تبقيش فلوس نهائيا لأي حد، مقابل إنه لما تعمل له التوكيل هيجيب لك باقي الفلوس. الموضوع باختصار ان في حركة نصب منتشرة اليومين دول بتتعمل في الشهر العقاري. حضرتك بتعرض عربيتك للبيع على اوليكس مثلا، او حتى بتبيعها في سوق السيارات او عن طريق معرض، وليكن مثلا هتبيعها بسعر 100,000 جنيه. بيتصل بيك راجل كبير في السن وبيتفق معاك يقابلك علشان يشوف العربية. يوم المقابلة بتلاقي شخص باين من شكله ولبسه انه محترم وملتزم، يعني المقصود مش بيجي لك حد مثلا مسقط بنطلون او لابس بنطلون مقطع، لا خالص، بيجي لك واحد بقميص وبنطلون او بدلة نازل من عربية غالية، ومعاه حد تاني شكله محترم وطريقة كلامه محترمة وبيكشف على العربية عادي خالص. الراجل بيتفق معاك على السعر ومش بيفاصل كتير علشان يبين لك انه مش فارق معاه موضوع الفلوس، وبيتفق مع حضرتك انه يديك مثلا 80,000 دلوقتي و20,000 باقي تمن العربية يبقيها لك لحد ما تسلمه التوكيل، ويقول لك مفيش مشكلة، خلي معاك الرخصة وكمان المفتاح السبير، لما تعمل التوكيل ان شاء الله تبقى تسلمه الرخصة والمفتاح الاحتياطي والتوكيل، وهو ساعتها يسلمك ال 20,000 او ال 30,000 الباقي، وبيحلفك طبعا ما تأخرش التوكيل، وياريت تعمله الصبح علشان هو خايف يسوق العربية من غير رخصة. بس طبعا بيعرف من حضرتك هتطلع التوكيل منين، او انت ساكن في انهي مربع سكني او في نطاق اي شهر عقاري. وفجأة يا حزين، تاني يوم بعد ما تعمله توكيل وتتصل بيه علشان يجي يستلمه وتقبض بقية فلوسك، يقولك اي عذر او يقفل تليفونه او يحظرك. طبعا حضرتك مش هتقلق وهتقول سيبه براحته، مش هيعرف يعمل حاجة، وتفتكر ان معاك كل المستندات ومش هيعرف يستفيد بالعربية طول ما انت معاك الرخصة والتوكيل والمفتاح السبير. وطبعا هتضحك ضحكة سخرية شريرة وتقول يبقى يوريني هيعمل ايه بالعربية. لكن للأسف طلع ممكن يعمل حاجات كتير جدا، والعربية بقت حاليا عربيته، وحضرتك بعت عربيتك اللي تمنها 100,000 ب80,000 جنيه أو 70,000 جنيه، وطلعت الحكاية دي نصبة وبقت منتشرة اليومين دول. الأستاذ النصاب المحترم هيروح شهر العقاري اللي حضرتك طلعت منه التوكيل، وممكن يروح أكتر من شهر عقاري لحد ما يوصل للمكان اللي حضرتك عملت فيه التوكيل، ويطلب من الشهر العقاري بدل فائد للتوكيل، ومش محتاج أكتر من بطاقته الشخصية، وده قانونا من حقه لأن توكيل باسمه. وبعدين يروح اسم الشرطة ويعمل محضر بفقد رخصة العربية، ويطلع على المرور يطلع بدل فائد للرخصة أو حتى شهادة بيانات، ويبيعها لأي حد تاني ب100,000 جنيه، أو ينقل العربية لأي إدارة مرور تانية. للأسف العربية طبعا قانونا بتاعته مع توكيل من حضرتك ورخصة بالعربية ومع العربية نفسها، يعني ورقه سليم 100%، وحضرتك مش هتقدر تعمل محضر سرقة لأن هيبقى تاريخ المحضر بعد تاريخ التوكيل اللي حضرتك عملته له. وطبعا حضرتك بكل ثقة هتضحك ضحكة شريرة متحولة وهتقول لي هروح بسرعة شهر العقاري ألغي التوكيل، وبعد كده اروح اعمل محضر سرقة العربية. للأسف الشديد الشهر العقاري مش هيلغي التوكيل غير بوجود الطرفين. طيب ايه الحل؟ الحل انك ما تبقيش في زماننا ده فلوس نهائيا لأي حد، او ممكن تبقي 500 جنيه او 1000 جنيه بالكتير. يا ريت يا حضرات نخلي بالنا كويس واحنا بنبيع، لان الموضوع ده حصل مع ناس كتير جدا وبعتولي بيسألوني ايه الحل، وفعلا اتأكدوا ان اتنصب عليهم وسألوا في الشهر العقاري وعرفوا ان الشاري طلع بدل فائد. الحكاية دي بتحصل كتير حاليا، واغلب اللي بيعملها بيكونوا تجار، يشتريها منك اقل من السوق ب20 او 30,000،
ويبيعها بعدها بكام يوم بسعر السوق. يعني كل اسبوع يطلع له 20-30 الف جنيه من راس مال اصلا 80 الف جنيه. يعني كده تجار المخدرات هيسيبوا الشغلانه ويحولوا نشاط لتجاره السيارات. اتمنى تاخدوا بالكم من الموضوع ده وشاروا الفيديو على اوسع نطاق علشان اللي معرفش يعرف ومحدش يقع في الغلطه دي ويتنصب عليه. ربنا يسترها علينا جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.